أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحو مقتل غير ملحق بجعفر، وإن صح فيه مقاتل ومقيتل لما ثبت من قياسها، أعني قياس زيادة الميم لغيره، أي لغير معنى الإلحاق. درسنا ودنيا لدرس كان شرح النساء. هلا بحثي أو داك لدرسي بيش داك بحثنا لحروف زيادة كردو وتبن بستك زائدة دبنو ومعنى زيادة بنيان تشيا. هاتي نسأل أو شوينة كبحثي إلحاق كلا كإلحاق وقت حرفك زيادة كلا بما بس إلحاق. خلاصي كلام ذاتي إلحاق شونه شونيا دوا بيناسي إلحاق وقصة كدن لسري كهالبا لسري تاكتبا كجدا قصمان لكر ليرا كاندا هندك شت هندك كلمات كإحتمال ومظندي أوان لذكرك أمانة بلين أوبن يعني ملحق بن باشا ديني أمانة رد داتواني كدلنا أمانة ملحقنين باهرشن لوزن جدا ها وزني مثلا فلانا كلمة بن مثلا بونمونا يسيب مقتل دليو يعني مقتل أو يهروكو هتيوكو مقتل وابي مثلا غير ملحق بجعفرين أو ملحقني بجعفر هرشن لوزن دا لشكل دا شكل جعفري هي. وإن صح فيه مقاتل ومقيتل باشا هرچند دروسي شتيدا جمع مكسر بمقاتل وكو مساجد مقيتلش مصغركي هر وكو مقاتل وكو جعافر مقيتل وكو جعافر يعني وزن مقتل وكو جعفري وايا جمع مكسركي وكو جعف وكو هجمع مكسري جعفر دشت وباشان مصغركشي وكو مصغري جعفر دشت بلان بمحال وز أشهر ملحقني بجعفر بو لما ثبت من قياسها متنك أو لغيره لبر أو صابد بو من قياسها لقياس قانوني أعني قياس زيادة الميم مبسما بوا قياس قانوني زيادة بوني ميمة چونك ثابت بو لو بيشتا كباس مانكر زيادة بوني ميمة لغير هي لغير من الحقي بما بس الحق زائدنا بدو كولا بحث أسماء زمان ومكان ومسلم من أونا دا بس مانكر وذلك أيش توجيه كي چونة أن الميمة يدل على المصدر أي الزمان أو المكان هلو كولو چن بابد أو باب فصلان دا كخوين من دقيقا لا سرتك يا بكدا بشتيتي اوا ايش على ميم دلاله دكا لسر مصدر لسر زمانش لسر مكان يعني ذكري او كلمه كوا مثلا نكون مقتل بيت اولا كلمه ذكري مصدر بيت مصدر ميمي ذكري اسم زمان بذكري اسم مكان بيت. فلهذا لم يمكن جعلها للحق لبل او امكاني قرار داني ميم كبو الحقني هكذا تقول ميمك. وهذا الدليل شامل لكل ما زيد فيه شيء لمعنى آخر غير جعل مثال على مثال أزيد منه أم دليلا كما كبلين كبمبستي معنايك حرفك زائدة دبت أعوى أيوانيا أم دليلا شاملة قشت جيرا باشا فراغيرا بوتواوي أو اسمانا كزيد فيه بوتواوي أو كلمانا كزيد فيه زياد كلا ولو كلمانا دا حاكا تتبو ماكا شيء اشتكي تيازا دكلا لمعنى آخر بمعنى يشكا كمعنى كما صفتي غير جعل مثال على مثال أزيد منه أم دليل شامل بوتواوي أو كلمانا كلوان دا زياد دكري اشتك واتحرفك بو معناي چيكا جگا لقرار داني سيغيك لسر وزني سيغي چيكا كزياتر منه لو مثال او هاي منه چتو بو مثال اولكا
يعني أم دليل شاملة بوتواوي أو كلمانة كتيان ده حرف زيادة دكري بمبستي معناتك نق بو مبستي مثالك سيغيك دا بندري لسر مثال سيغيك كزياتر باللوي وكو كلا إلحاقة أو إشا دكري كوكو بحث ما انكرت جا سواء كانت الزيادة في الأول أو في الوسط أو في الآخر لما دا تشنية أم زيادة ذكرت حرف زيادة ذكرت بما بس غير الحق فرق بينك لا أول أو زيادة بكرة لا وسط أو زيادة بكرة آخر أو زيادة بكرة أو دي قريتها ولا واقع يعني كوبو الحق نبت. وللزيادة في الأول وجه آخر يعرف به أنها ليس للحق وذلك أن الإلحاق لا يكون في الأول وبو زيادة بن لأول جدا دليل شكاية وتي شكاية كبيدا زاندري أيش أوي كأنها باشا ليس للحاق كميمة كليرا كان دا لما اقتل دا بو الحاق نبو وذلك أن الحاق لا يكون في الأول شونك الحاق لأول دانية أو كوائم الديومانا دابيني مثلا لباشا لملحقاتك إخوان مان لوسط حرفك زيادة كلابو الحاق لباشا جان لآخر دا يتل أول ونيمانا يعني لواقع ناس الأمر دا واني أقر كلمية كدي للثلاثي مجرد الوك لوزن دا وك وزن اسم رباعي دا هاتواني بلاي والله أو ملحقة برباعي أو كا دبي لبيشوا تو تحليل يبكي بدو أداتون يبكي آية لم ثلاثي مجرد دا مثلا ما دا قتل كلمي كتيا زياد بوا وكو باس كلا يا كلماتي شكي هاو شيوي أو دبي بزاني أم حرفة كزياد بوا براسي بما بستي هيناني معنايك زياد بوا كمعناك هيش بوندي بالحق ونيا يا لبو الحق جادوال اللي يقدانه وتاوت يوكدن أجر بوا جيشتين بما بس الحق أو خط حكم بالحق ذكره إن أجر زياد بونا كمثلا حرف زياد ذكره بما بس كم كلمة يتمصر يا بيت اسم زمان يا بيت اسم مكان كأما ربطي أصلا بملحقات مني وقتا بقراري قطعي يتلو كاتا حكم بملحق بوني ناكريت رجونا ونحو أفعل وفعل وفاعل كذلك أعني أنها غير ملحقة بدحرجة وويني أفعل باب إفعال فعل باب تفعل فعل باب مفعل كذلك أوانيش هروانا يعني تي تونن يعني بملحق حساب ناكر أعني ما بس موي أنها أم أفعل وفعل وفاعل غير ملحقة بدحرجة أمانا ملحقنا بدحرجة لذلك الذي قلناه من أن الزوائد فيها لمعان أخرى تاولي غير معنى الإلحاق لبر أوي كباس مانكر لو بيش هاي قلناه تتبو اللزيكا لتي باس مانكر منك بوتبين لوي كوا حرف الزياد كلا وكان فيها لأفعلو فعلو فعل دابور تجان جتواني لمعان أخرى بومعانية كان أو معانيانا غير معنى الحق مثلا أفعل سلكيترين معنى لهم زكدا بو تعديية لو يندى بو تكسيرة لو يندى بو مشاركة كثيرا أم معنانا هجورة بيوانديكيان بالحق ونيا أما بلا الأصل دا وكو دحرجة دين لا لوزن دا بلا هر محزي أوا كأفعل وفعل وفاعل وقوزني دحرجة خودا وينن أما كفاية دناك بوي كمان بلي ملحقا بربع مجرد همزك لا أفعل داو تضعيف عينك لا فعل داو زادبوني ألف كبلين ولا بما بس الحق مدى حرجبونا أو أخوة نبدأ زادبوني أم حرفانا بما بس كومالك معنايا كمن إشارة بهر لهر سيشان دا إشارة بيق معنايا مشهوريان كر كباس ما كدو كتن دا معنايا زوري هي كأم معنانا هيتشيا ناقرانا وبصر الحق وأصولا للحق ده أصلا معناني أكو بس ما كن مجر حندي جار نبي أيش بدك من غيرك إنا بغالبي لزيادة كديني حرف والحق هجورا معناه قد استبر نبي وحاصل نبي أصلا الحق لباري معناه ده دس كم تكيب وين متداني لو قيد جق أو تصرف وتغييرات النبي كوا بويدة تبيش شو كوا بس ما كل درس تبيش شو أما دليلك ولمجيء مصادرها مخالفة لمصدر دحرجة وبدليلش كش لبر دليلش كلبر هاتني مصدر كان يعني هاكتت وفعل فعل وفعل مخالفة لمصدر دحرجة كبيتشواني مصدر دحرجة أو كما سمى العلي برحمة بالله
وبعضهم تفتازانيش هرتي دابو لشرح كيدا باسي كركا باس مانكر ودليل الحق اتحاد المصريني مثلا بولمونا ايوانيا لبل اوا مصادري ام سبابيا وكدبيني مخالف بمصري دحرج فان الافعال والتفعيل والمفعلتا غير الفعلله افعال تفعيل مفاعله بيتواني فعل لنا اصلا وقف على لنا بقرار قطعي إيه؟ لا الا قال اوجد مع ان مصدر الفعل الملحقي يجب ان يكون على وزن مصدر الملحقي به ماشي لقل أودا كمستري أو فعلي كملحق دبيت واجب لسر وزن مصدر ملحق به كبير داما هيتشي ناقلة ولا وقد أو تائرة كاري إما بخير وبسلامة ليرا بدواوا حتى دقينا سر متن دوائي كذا لو يعرف الزائد بالاشتقاقي أما كباريكي تواوا برأسي بحثيكي ناخوش ويتشي كده شو نقرانا كاني شافية من متن كتاب متن كتاب بودخ من موا وباش عن توضيحك بدن بوتان بووي عبارتي كتابك آسان بنوين للاتانو وبووي كوا جوانتر بوتان حزم بكر الواقعدة مصنف واتي بن حازم رحمه الله فرمي ولا يقع الألف متنكي للإلحاق ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا لما يلزم من تحريكها قصة لسر أوية بحث اسم بتابت إما وثمان زائد بوني أم حروفانا هكا باس ما انكرت عرزي بلاي خوم كم وثمان أي التي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق والتضعيف إلا منها باشا أيوانيا باس ما انكر خلاصي كلام إيه زوت شاكا وتمان زيادة بوني حرف بمبستي جغل إلحاق وبمبستي تضعيفك بو إلحاق نبيد نابي مقر لم حروفان باشا وامجا كهاتي نسل بحسي إلحاق لإلحاق لا باس مانكر طبيعة نازم باس مانكر بيانا بلان أو بزاني كالإلحاق دا طبيعة دست مانكرا وترا أتواني لحروف سألتمونيها كالغور بقرين ولا غيري أوش كالغور بقرين ما دامو إلحاق من إيه ليه دا جنابي ابن حاجب برحمد ببابتك دهرو جنبو يما كدلب بلام وقت يتودد هوي بزياد بوني حرف كلميك بخيتا سر وزن كلميك كالحروف دا لو بترو بووي الهاوش يوي أو معملي لقل دا بكريت أتو هر حرفيك بكار ديني لإسم دا لوسط دا بو إلحاق ريقات هيو ريقا بيدرا وجيقا لألف واتب بو دنيا كتو باس إلحاق هاتا بيشوا لوسط كلمة دا لحشو كلمة دا ما دام كلمة كإسم بيت ألف بيني أو بحث ذاكا كالفعل دا دروس تبالان على لإسم دا ألف يك بيني وكو إلحاق صحيح نيلوك زورت شاك أما لواقدة أو دلت زورت شاك أما أو جاري ألف كأم دل حشو دل سيشويني هي هر حرف يك بو زياد بون لأول كلمة زياد بي لوسط يا زياد بي لأخير يا زياد بي جاري ألف ألف لأول وزياد نابد چونك هر عموما يعني ساكن أوش معزرة ابتدا بساكن أما يك بس يوينك المصني وشارش بس انك تشوف مشتي في عيانا او باشان بس يوم ما بدك كلا حشو يعني لوسط كلمه دا نابد اتو خلاصي كلام حرفك زياد كي ايش الف ب الف كج بن بس الحق بين عين ده وين وسطها حرف زياد كي الان نات وين لوسط كلمه يك دا حرفك زياد كي حرفك الف ب الف كج بن بس الحق هو اتو هنا ثاني بو الحق لوسط كلمه دا لالف كلا ور بجريد مثلا اتونات يعني بلا ولا كتاب بوق وزني قيمه رنوايا بلا ولا ام الف زائده اما كزياد بابا من بس الحاق كتاب قيمه رنوايا اصلا ناخذ رزنيه ولا تواني بلا خاتم مثلا ملحق بجعفرون ايوانيا لبر ولا خاتم لوزن اكو جعفر يدتش يا ناتواني بلا مثلا بنمونه علابط لوزن اكو قزعملون دتش
بلي والله لواقع نفس الأمر دا أما بو إلحاق بون بو بو باشا زور تشاكا يعني أما ناكرت زور تشاكا جا مصنف دليلك أو يدل لما يلزم من تحريكها أما يدليلك يعني أجر دلته بينين أحيانا هستاي بأنجام داني أم إيشا كام إيشا دل أجر تو هستاي هاتي من أو استير نتمونا وكتبكار توضيحك إذا دم بوي جوان بابتك تان لحاليول دل أحيانا أجر تو هستاي بأنجام داني أم إيشا لكلمة يقدر ألف يك زياد كر لو وصلتها بما بصير حق باشا أما أم كلمة أم ألف يك زياد دبل كلمة يقدر يا حرف دو هم دبت ياسي هم دبت ياتشوار هم دبت يعني اللي لا 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 رتبة دو هم دبت ياسي هم دبت ياتشوار هم دبت لهر حالتك لما نداكت وقرر دقلي كشي دروز دبت جاري لبيش دادالي لهند قران كاري كبسر كلمة كدادت دك كشي بو كألفك متحرك بيت باشا مثلا بونمونة لتصغير ولتكسير دا بونمونة لبروا اگر لمرتبه دوم باز زیاد بکریت واقع ده به پیش یا ای تزغیره که باشا مثلا تو بو نمونه مثلا اسمه بو الحاق نیه مثلا ضاربون ایوانیه ضاربون لپیش الفکه که زایده ما اطبه بو مبسی الحاق نه بو مبسی تفهیمه مثاله که دین معنیه استیلی رکانه ده لضاربون ده لپیش اگر ضارب بی که مصغر الفکه ده که تپیش حرفی تزغیره که لانتظام متحرک ده بیده توابده بیده ضویری جاك دل متحرك ده بي الفكا متنك شافي دل اللي ما يلزم من تحريكه متحرك بوني الفكا بوني كالف هاد الف يوم متحرك بي نو يا دك لبا او يا دك لبا يا اما او جا ام جا اقر مثلا لا سيهمين كلمة دابيت بوني من مثلا او كتاب اها ليرا كان ده مثلا بوني من كتاب كمثال من هنا يون اول لو شوين ده دبيني لا حرف سيهمي كلمة باشا اوا ارزی برای خواهم کم دبینی لو شوینه دا دوباره چه لبیت لمصغر دا خوین من دقیقا لمصغر دا خوین من لبحثی اوا دا که مدک هیا لکلمه دا او مدیا اگر حرفی سی همی کلمه بو این دا که بیت دوی حرفی تصغیره که یا تصغیره که دبیت چه بیت دبیت اوا بیت دبیت متحرك بيت مثلا ام كتاب اجتو تصغير كتاب كي دبيتا كتجب كافك او حرف اول تاك حرف دوما دو تاك ياي تصغير زادكين كتي امجا او الف دبيتا يا امجا حركي كسري في ددين بو يايا او بيج دا ساكن ام جلم دا ادغام لكن كتجب او تاولتي او حركي بس زوز الصاد وأمجا أجرش بيني زيادة كيلة مرتبة شوارم ده حل وسط يعني ببت حرفي شوارم كلمة كا عادة زياد بوني ألف وك حرفي شوارم كلمة بما بس إيوية أم كلمة شوار حرفية إما إلحاق كين باسمك خماسي باشا كتنانت خوين من لإسم خماسي ده لكاتي تصغير وتكسير ده دينين حس في حرفي بين جميلة لكن مثلا بون من اگر لبیرتان به لسفر جلد اگر اسمی که پینج حرفی ها لتزغیر که دا لامه کمان حذف ده کرد سفر جلد سفر جلد بو بسوفی ریج باشا ایزو چاکا لا سفر جلد دوباره اگر مکسر من بود لجمعی مکسر که خوین من مثلا لیو دوباره لامه کمان حذف ده بوده و سفاریج باشا آها جاو که تک آویلی هات مثلا الفكلة شوارم دا قراري قرت لوسطا وبو إلحاق باسمك يبينش حرفي وبو يتر إعرابي لفزي أتيت سر حرف شوارمك كلا برابري دا لملحقك دا ألف هيا باشا إسي مثلا بونمونا لسفر جلدا باشا تولا مكي لا دبي حرفي شوارمي كريمة لسفارج دا كامي جيما كيا اتو كار بونه بك سفاري فينش كلمه يسه و الف او كار من بونه الف جمعه يا لسفاري جا حرف شواري من كلمه تشيا جيما لي ركان ده كار بيا كن بيا كيا تصغيره اي زو تشاكا جاب بو مثال مانيه چون كشتك اصولا او كا مثال نهتو ناتو انا مذكر كم لبروا چون كشتك هر صورتي شي نيه
للغتي العربية أبو يمن ناتوا مثال بينا مثال مدينا ولا خدمة تندا إذا تشاكا جاء أم جاء أبو جورا إعرابي لفظي ده شيء تحرف سرش حرف شواري مكان مثلا مثلا لسفاريج ده لسفيريج ده مثلا إعرابي تتسر جيمك لتتسر جيمك لهدو شان لمصغرك ولا مكسرك كلا برابري أو جيم ده عادة لملحق كده ألف دبت إيه جاء أم جاء إعرابي تقديري دبيد لبيدا ألفك أو لم الحق كذا ألف كبيت إعرابك تقديري دبيت تيدا أيوانيا لقل أو دا دبيني ملحقك ملحق بيه كإعرابك لفزي دبي ملحقك إعرابك تقديري دبيت وأما مخلة زيان دقيني بو تناسبو تنسيقو هاو آهنجيو نزمو انتزاما كدبي لبين ملحق بالحق يا ببيت ملحق ملحق به دا ببيت عم ملحق به مثلا بونمونا إعرابك أو كات اللفزيبو أو جرابك تخدشوك ألف ألف قبول هناك أيوانيا قبول هناك إيه ديلا نتيجة شي لبيدا ببيت أو لبيدا ببيت هاو آهنجيك لبيني باشا ملحق ملحق به دا نابت كقرار تناسبي تام ببيت هاو آهنگی که تواو کمال ببه لبینی امدوانه ده دیو که اتا او هاو آهنگی نابید کنبو ایتر خلل دگه ینید کنبو زرر دگه ینید ملحق لگل ملحقو به یگنبون لواقع ده او تناسوبه خللی پیدگاد اوش شتیکا نابید زور چاک اما او جا امجا خلاصه بکمانه واقع بونی الف بو الحاق لوسط ده سرد چیشه بوشته کمنع به نسبت الفا و اویش و حرک خستنی الفا باشه و قلب کدینیتی به حرف که مثلا حرک ور بگری وکو الفی ضارب دمان کرده لتظلیم کرده و دمان کرده ضویریب باشه آها جا امجا او حرک خستنی الفا و قلب کدینی بشتی که حرک ور بگرید وکو لتظلیم باسمان کرد أمش لواقع دا مناسب نيبو أوها وآهنجي كدبي لبيني ملحق ملحق به دا ببيت باشا لبرتي لبر أوي لبرابري ألف دا لملحق به دا حرفك صحيح يا كقبول حركة دا ببي قلب بلان لملحقك دا دبيني ألف هي كألفك بوي حركة ولبقري قلب مانكتيا كردو وزيمنا أمش بلم كقل إعلال 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 لملحق به دا لآخر دا رقب يدراو بلان لوصد دا نا إعلال رقب يدراو نا إدغام رقب يدراو بو چونك اللواقع دا چا إعلالك چا أو تيبي دلان إدغامك شكلي ملحقك ودور دخاتو لملحق به يكا أو تناسب تامك بحثي لك راو بإدغامك و بإعلالك لحرف وصد دا لملحق كذا أو تناسب تام تناسب تامة شيئين إلى واقعه جابوي أو نبيت لنتيجة الدببلين حل وسطه ألف نابيد أجبو عوائلية وكو ضارب كذا أبو بضويري إلى واقعه باشا جاء أم جاء وكو باسمان كرت لبرابري ألف كذا لملحق بيه كذا حرفك صحيح أو حركة ودق ببي قلب بلام لملا ولا ملحق كذا حرف اولا صحيحني حرف الا هي حرف الا كجبو حركه وجد ببيكين مثلا با او يا مثلا بشتيتشكا اي صوتك چونك بس ما كملحق به يا شو حرف اللي بيها حرف دبت وتصوري اعلال ناكد لهيك كامك لحرف اصلي كان شو حرف بيها حرف ده مجر لفاعل فعلي خماسي ده بونمونا موكو مثلا يعني جنجاونيه لاسمك بيها حرف ده بونمونا كمثلا فعل في لكي حرف إلا بيت باشا بونمونا مثلا تجل ورانتل كباس ماكر ورانتل هيا قام اسمي كيبين حرفية مثلا بونمونا فعل في لكي حرف إلا تازا اويش اوي تدانا كرد خو على الوشتي تدانا كرد لأقيد جا وسطي هر كامل لمانا تبعتا حرفي صحيحة خو حركة ودقري بلان لبري لو بريوا كألف بيني بو الحق ألف كده بيه بيكي بواو يا بيا بو حركة والبقلد إتر أما
او هاو آهنگه که قصه لیکراو دبی لبینی ملحق و ملحقیه ببید هر زو بزو دسخوشی تغییر و گورانکاری هد جالب الخاطریه نبید و امجا اوش کبلین که لآخیر دا الف زیاد دبی لبری الحق او درسته و تا ایمه وطمان لسیشوین دا مزنی زیاد بونی الفی بو الحق اول او کنابید چونکه ابتدا بساکن روده دا وسط کنابید چونکه سر اشش با و حرک خستنی الفکه باشا بلان لآخیر دا درسته چونکه شوینی تغییره ایوانیه و هرچن حد توزیک تغییرات دروده دا بلان تغییراته که لو حد دانیه که وزنی ملحقه که لملحقو بهیه که چبکه دور بخاته و اوی کوام من الیره دا باسم کرد اما کرتیک بو جا انشالله امجا بچی نصر عبارتی کتیبه که بوی امجا بابته که تان لحال ببه ببه ام توزیحه وارد بون بم شوینه كارساتا لي حالي نبي براستي هرچن عبارتك تام باساني بو دخوين واني ترسي خلسي مطلبك او كاكلي مطلبك او بكوا من عرض مكرتن با دو دوب اي فيدا كينو انزل اسبب كينو آني بسم الله الرحمن زود شاكو مصنف رحمه الله فرمى ولا يقول الألف بالأصالة للحق في الاسم عشوا ألف واقع نابت لأصل ده بو الحق نابت لاسم ده لوسط كلمة ده ناهندري وكتوزح من ده بو لما يلزم من تحريكها لبرأة وبيش ديت لا وحركة خصني كلمة باشا ديتا بيشاوا لا ديتا بيشاوا تشي مينكا ليرا كندا تشي بيدلان ارزي براي خومكم امني من تحريكيها امني تابينا بياني ما يكدكات كذا لما يلزمو لبل اوشتي كديتا بيشا لتشي لو حركة خصني ألف باشا وقلب كديني بواو يا بياء أيوان يا زور شاكا زور باشا بلا جا لما يلزم لبر أو كديتا بيشي اگ الف لوسط دابه بو الحاق بيت ديتا بيشا ولا وحركة خصيني الف قبل اي تظهيري بيش جاي تظهيرك وحركة خصيني الفكا بيش جاي تظهيرك او قلبي دكي بواو مثلا يا بيا ايوانيا لنتيجة دا او كاتا امزا حركة تدكري وردقريت زور زور بجي او امزا وكو توضيح دا اگر حرف دوهم بيت الفك وبعدها ولدوا ياء تصغير و كقرار بقري وخلاصي كلام حركة ور بقريد اگر حرف سهم كلمة إن كان ثالثا اگر حرف سهم بيت وإن كانت رابعة كانت آخرا في التصغير والجمع وأجر لمرتبة شوارم كلمة كدابو تبيعة دبيت حرف آخر لتصغير ولجمع دا لبر أوي لأنها كانت رابعة إذا كانت رابعة حشوا وهي للإلحاق فلا يكون إلا للحاق بالخماسي فيجب حذف الآخر ليمكن تكسيره وتصغيره دي لبر أوي كاتي شوارا بيت لوصل دابه وهي ألفك بو إلحاق دابت إتر أو كاتا بو إلحاق نابه مقر أو إلحاق وكلا باسم فيه تحرفيه جاءك الحق لا باسم بيانش حرفيه او اختفى يجب حصف الاخير وكو بعصبان كلا صفار جو ودا لصفار جلدا دبي حصف اخر كيف كي بوي امكاني ببي تكسير وتصغيري خماسيكا هكذا بنو بو خماسيكا مثلا صفار جل كي اسمي بيانش حرفيه تولى ما كلا تصغير ولا تكسير دا حصف دا كي وكو بعصبان كلمة الصفار جو صفيريج وحينئذ او كاتا كام كاتا يعني او كاتا كالف كلمة مرتبة شوارم كلمة دا قراري قرد وبو إلحاق باسم خماسي وبو واسم خماسيش عادة لكاتي تصغير وتصغير دا
تكسير وتصغير دا حسب حرف بين جملة ذاك حين يزيد بمعناه يصير عرضة للإعراب اللفظي دا تشيت معرزي وعقد بيت يصير دا قرد عرضة باشا بوتي وإعراب اللفظي إيه زرتك يعني أوكا لا بيج دا توضيح دا دقيقا أو ليرة دا بم عبارة معنى دكا عرضة شتي كوال لمعرز دابت إيه باشا مثلا عرب دلان عرضة للكلام مثلا إيه يا مثلا خلاصة كلام يعني لمعرز دي دابت يعني ببين درد آوا جا عرزيك ما بس جو عرز من هي عرزيك من هي عربي عرزيك من هي كردي أما عرزي كرديني هو عرزي عربية باشا وحين يزين أو كاتك آوا بو وكباس من كر حرفي تشوالي من كلمة بو وبو إلحاق باسم خماسي وبو اسم خماسي عادة حرفي بينجمي حذف دكلا بو إمكاني تكسير وتصغير كيف راهم بيت دقرد عرضة بوا لما عرز دا دبيت بوشي للعراب اللفزي وعراب اللفزي زورت شاكا چون بو طلتون كإزلاج دو إنجو العراب تقدير أها أمازون جوان وك اللي بيجدا توصل ده بو أيرا كان أبو مثلا كابلا دجا كاك بعرب كي تقديري بو آخرك ألف أو مثلا لا بالعبر صفاريج ده كلمة كبيرة هندريك آخرك ألف بيت ألف كابو الحاق بو اسمه خماسيرو جا مكان أم صفاريج بي بون منا حركة ور بقدر بالظاهري أولين كي ألف بيت بعرب كي تقديري جل أخ إذ لا يجوز أن يجعل العراب تقديريا دروز نابت قرار بدري إعرابك أو اسم خماسية يملحقك بلين إعرابه يملحقك ملحق بخماسي لبيت دروزني إعرابك تقديري ببو لأنها لبروي ألفك وقعت موقع حرف أصلي قابل لأنواع الحركات بالقوة باشا لبروي ألفك تشوت جيجي حرفك أصلي أيواني وتي ألفك بو إلحاقه اسمك توار حرفي ملحق دكا مثلا اسمك ملحق دكا بلين ببينش حرفي وا ايوانيا لبرابر او حرف اصلية قرار دقلك او حرف اصلية قابلة قبول دكا انواع حركات بالقوانين اللي توانايدا هي انواع حركات بالبقرية سمعنا ايش هي اولوية الفي بي كيش حركي كي بيور نجيلي او تناسبة تامة كباسب كن اعمي او توضيحان بوهدا چون که ام عبارة ام ابم شه و او توضیح ندري براسي بيره داد بسر ايره داد به باز دي حالي لي حالي نابيد ايه امل اصلا كاكي من او تناسبا دبي لبين ملحق ملحق ويا به ببيت تناسبي تام باشا دي وقت يكتو كرتا خلاصي كلام ملحق باسمي رباعي اسمي رباعي ملحق كر باسمي خماسي وفرضا ايوانيا عفو وقت الفك لما مرتبه شوارم دابو وبو الحاق باسمي خماسي او الفهات بولوي واسمي خماسيش عاده لتصغير ولتكسير دا حرف بينجمي حذف ذكريو شوار حرف دمينه تواني وباضافه الفي جمعك لتكسير دا وباضافه ياء تصغيرك لتصغير دا لنتيجه دا ام لبرابر ام عارز دبيت بو اعرابي نفسي يعني ديت الديدو ولا معرزو أود يعني لمعرزو ميداني إعرابي نفزي قرار دقجت باشا دي أوكاتا خوناتواني أو يشبكي إعرابي نفزي بيبدي شونك اللدولة وشيرشة هي أقر إعرابي نفزي بيبدي دبيتو ألف يبكي بو يبكي بيا هر خدي أو شيوكاريا خوي كاريك صحيح نيا أما لايك دو أميك دو وأقريش بألف ويهيلي باشا إعرابك التقديري لبن تشأوي أو ألف بكي بواو بيا تشأوي بألف ويهيلي أو تناسب تاما كدبي ببيد لبيني ملحق وملحق به دا تيقدر تدروخي تاو دبن وزر الأصلا لبروجو عملية الحق كددات إني دسكبت يكمانا بلا وقيدة بو لبر أوا أقر بيني أبمشيوا بابتك الدربيني بلا إذا كاك بأو لفزي بي
ملحق بيه كم ملحق كش كأخي الفا با تقديري بيش دلنا ناكرد إذ لا يجوز أنزل إعراب تقديري ناكر إعرابي ملحق كتقديري بيش أو هذا تثوب ملحق كلا دا حكمية لواقع دا باشا بو لأن لبلو ألف وقعد موقع حرف نزل شو تجي حرفك أصلي قابل لأنواع الحركات بالقوة كقبول أنواع حركاتك عندك بالقوة يعني لتوانا إداهية لهيزياهية أمج وذلك إذا عرض له باشا مثل ما عرض للزائدي باشا أمج كاتيك كوا بيبيت بيشو بو أو حرف أصلية أو شتي كوا ديت بيشو بوتي بو حرف زائدك يعني دقيقا أو شتا كبحث ما قرر أو تناسبة عمك يا أهو عيني تناسبة عمك يا أمج وذلك أو كلا شوين حرفك أصلية دادندري كحرف أصلية كتوانا يهزي تدا أنواع حركات بالبقرية أما كاتيك كعرض له مثل ما عرض للزائدي باشا كهاد يا عرض له بيتا بيشي بوي مثل ما عرض للزائدي أو شتيكوا بيتا بيشي بو زائدك جاء أمجا لم النسخي من دا يكشتم بيس بيتان بلم أقر ويدوزم ألي ردا قوسك دان دراوة يعني وكا قوسك دان دراوة تائرة أني إذ لا يجوز أن يجعل إعراب تقديريا تام مثل ما عرض للزائدي أما واشتي جملة معترضة بيت يعني بلين أصلك أبي وحينئذ يسرعة لإعراب اللفظي دي ولو جعل إعراب لفظين لبطل حقيقة الألف أولي دي تواني باشا لبدوي حرف ألفك شوتا جيجي حرفك أصليني لملحقك دا لجيجي حرفي أصلية برعنبري ملحق به كيما بصدر كأنواع حركات ودقل بالقوة وذلك إذا عرض له مثل ما عرض للزائدي باشا إيه أويش أو كاتيك وبيت بيش ويويني أو شتيك بزائدك ديت بيش واني مثلا لزائدك ك بو الحق بخماسية لمرتبة شوالا ما قرار دقلت إتر أمزا كبيخيتا سر وزني ملحق به يكا تكسير تصغير بكي دقيقا حر أويل يديتو كوكو لسفارج سفيرج دا باسمان كل حرفي شوالمي كلمكا كبينجمكي حزف بوا إتر إعرابك منتقل لبي باوي أيوانيا لنتيجة دا لكن دا إعراب لفظي دبي لكن دا تقديري دبيت أمجا ولو جعل إعرابه لفظيا باشا لبطل الحقيقة الألفي أمجا أقرتو بكي تا إعرابي لفظي بريد كاك ألفكا قيدناك قلبي لكي طال أقر بكري بوا حقيقة ناوروك ألفكا دفوتت فيكون قد عرض للزائد أشد التغاير وهو الإندام بالكلية إذا الأوكات بيداد بدبو حرف زائدك كبرين الفكية ديتا بيش يبوي زورترينو بهيسترين قران كاريا كان أو جوه هو الإندام بالكلية يجل لبين تشوني الفكية زائدك هكذا تبو زائدك كالفكية أو يجل لبين تشونو لبار بردني زائدك كالفكية بشيوكي كلي لقال شدا مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه على حاله في نفسه كوا لا يعرض له تغيير إلا باعتبار ما ونادرا أما لم لا وأجتوا بهن إعراب كيف كي تلفزي ناروك ألف كده فوتي هتشي لجر خوينا ملكا باش يويش كلي بقشتي لبين لسا شون كتو ألف كب كي بواو تازا ألف نما ألف كب سب كي بي كي بيا دوای بعد درس کتاب بانگید دکم. جا استتو اگه الف کات چیب کی بود چیب کی جوان پیوند درگاه جوان داخل باب جن جوان دیگه. اگه تو الف کا مثلا چیب کی تو و چیب کی تیا ایوانیا له قیدا الف کا بگشتی لبین دست چون که خو الف ایوا کبوبا و غیری الف بوبا یا غیری الف. اما او لا لم وتأوك تا لا لم الحق كذا الفكمن كل بويا بيا أو الفكلا بينشو أماش لكاتك دايا
كدوباره تناسبتها مك الي لا دفوتي لكاتك دا مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه لقل معنوي او حرفيا او حرفي لقل معنوي او حرفي كوا يعني لملحق به كده باشا كبرين سفاري جيما كبير مثلا بقول اول لقل معنوي او حرفي كوا زائدك موقعه وقع الزائد موقعه كزائدك شو تجيكي او حرفيا هاي موقعه برنوب حرفك يعني دبيني لملحق كده الفك بقلم كديني بوابيا دفوتي اما لقل شي دايا مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه لقل معنوي أو حرفي وها كزائدك حرف زائدك تو تجيكي أو حرفيا على حاله في نفسه على حاله في نفسه يعني لشويني حرف زائدك دقيق هاي حاله هاي في نفسه هل كان بنوب حرفك يعني دقيقا كحرف زائدك تو تجي أو حرفيا الأما أم زائدة لحاله في نفسي على حاله في نفسي يعني لنفسي أو شويندا لبرابري أو شويندا لملحق به كذا أو ألفل أو شويندا قراريته أو ألفل يدا لبين جتيارته بلا حال لنفسي شوين لعيني شويندا هل لو مكان دا دبيني حرف أصلك ما وتولد جاكي خوي دي لنتيجة دا أما تناسبك دبارة تكتشو ملحق به هج دسكاري نكره وخوي ما وتو بساخو سلامت مو لحقك كيما هنا ومانا ألف من مثلا لما ارتبيت شوارم دا دانا وبو إلى حقي كيم بخو ما سيوا ألفك فت فتو قد هشتكي لنما بو بواو يا بو بيا ألف يقنما باشا بلام أولا كات يقدايا أو حرف زائدة ك لبرابري حرفك أصلي دا لملحق به كذا كأم ألف زائدة تياتشوا أما أو حرف زائدة لنفسي خوي لشويني خوي لعيني مكاني خوي بحال وضعي خوي وكتشونا ما وتواني تسكارين كلاوة وأصلا لا يرى له تغيير أو هاش دا تتوب حرفك يعني حرف أصلك ما بسنك زائدك ونا تبيشب أو حرف أصليا هش تغييرك ما قد توزانم بكومل اعتبارات ايش بكمي ونادرا وبكمي مثلا سفر جل اي باشا يونيا فرز دق اي باشا تو مثلا جاتو مثلا حرف في بنزمك هذا لبيتها فراسيت اثر اثر مثلا او دالا لبك انا دام مثلا شو قران كاريكي بسدات بس اعتبارك اولا هرنا بنا بيا قريش ببي زوزور كما ولا بركم يا كشهت النموني يقني اما نموني في بيني نولاقد جالبا او امشترون دا اما لفارس دلن فارس قاعده اشتكيت هيك مثلا دلن اشتيدت في شو دلن مثلا فلان مساله را در نطفه خفه كرديم باشا يا در نطفه خفه شد يعني استي نطفه يك بو يعني كسري هلنا دابو هل لي دا لبين شو يعني دبي امل النطفه خفه كي يعني اصلا وايلي بكي كاكا بحث نابي لهي ناني ألف بكري بو الحق لو صدق جينيا شونك أقتلو بيهني يا لمرتبه دو هم داد بيت يا لمرتبه سي هم داد لمرتبه شوارم داد بيت بحر شوية بيهني دم شوانا قران كاري دروس دبي لملحق كده وأو تناسبو نزموها وآهنجي الركو بيكا كده بي بشيوي شي تواو كمال لبين ملحق وملحق بيه دابي يكسر تيقش ايما اويلي پیدا ده بدل کوسه بو سمیلی چو رشی شید بو رشی چو سمیلی شید ایت تازه هشتگ نامله الاخر زبوی امرونه ده لنتیجه ده دلین افرین مبارکه ده خجو اندرگاه که ده اخر ایتر الف ناهینین لو صده اول شو ناهینین دمیتو آخریکه چشی تدانی وکو بس من کرد اوش آخریکه بسم الله وهذا بخلاف ما وقع فيه الألف بخلاف ما وقع فيه العفو وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه للحاق آخرا فإنها حينئذ يكون قد وقعت موقع ما هو تولي أرضة للتغاير أما ببيتشواني أو صورتي كألف واقع فيه لو صورة دها في برنوب وماكا أما بيتشواني أو صورتي كألف واقع بلو صورة دابو إلحق
لشودا آخر ناخري كلمة دا. فإنها ألف حين إيسين أو كاتا كام كاتيني أو كاتا كبو إلحاق هندرا لآخر كلمة دا. يكون قد وقعد موقع ما هو عرضة للتغاير باشا واقع بوا لشوينك دا كهو أو شوينا عرضة للتغاير شويني غوران كارية مكاني غوران كارية جي آلو غورا لواقع دا كهو وهو الحرف الأخير من الملحق بي أيش كحرف أخيرة لا ملحق بي كده إذا اتفلا بأصحين إذن بيبقى الألف على حالها كما في علقا علقا أو بقلبها همزة كما في البائن أيت القربان هيتش تشيشيغني أو كاتا بهش نوي ألفكا لسر حالي أخوي ألفكا بويهيلي وكل علقادة ألفكا بحال أخوي ويهيلي يا بقلبها قلبي ألفكا بكرة بهمزة وكل علباء دا يعني أو همزة حسب ظاهر ألف بو أيواني بحالي خوينا ما نهشتو تواني بلكو قلبا قدوها بحمزة كما دبت ألف ممدودة واسي ألف ممدود ما نكر ككامان سر أشيش بو غير منصرفوني كلمة أو لو بيش باس ما نكر وزمان لباسي منصوب دارو شده أبو بحسا كاتي بيش لده باس ما نكر جالب الواد توزي توزيحاتي كما هو تاونا بي ليرا كان دا ليرا دا دا ويستينو لدرياجي بحثة كمان دا دست بلكين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.